تحت هذه الأمواج الهادئة بنهر الفرات في النجف الكثير من قصص الموت ولوعة فقدان الأحبة، فمع ارتفاع درجات الحرارة تبتلع هذه المياه أجساد الشباب الهاربين سباحة من لهيب أشعة الشمس. فسجلت المحافظة عددا من حالات الغرق أثناء السباحة أثارت قلق النجفيين. السباحة في أكتاف نهر الفرات الموجود في محافظة النجف يعني كثير، يعني خصوصا من المراهقين، نستطيع من فئة المراهقين يذهبون إلى السباحة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. اليوم الشرطة النهرية تحاول تمشيط النهر، لكن أنت تعلم أن نهر الفرات يدخل من الحدود الإدارية مع محافظة بابل وينتهي عند الحدود الإدارية لمحافظة القادسية الديوانية. إلى هذا اليوم احنا فقدنا 5 أشخاص، وللأسف يعني كان آخرهم هو طبيب، دكتور ذهب إلى السباحة وفارق الحياة غرقا. قلة المسابح النظامية والمناطق الترفيهية الخاصة بالشباب حذا بهم وفق رأيهم إلى اللجوء للسباحة في الأنهر والجداول الفرعية العشوائية التي تسجل بين الحين والآخر حالات الغرق بكل صيف يمر، داعين إلى النظر بهذا الموضوع. كهرباء مرات تنقطع، حاي نجتنا نسع مسابح غالية طبق 5000، مين 5000؟ لا شغل لا عمل، الله وكيله. نسبح احنا نقضي لنا ساعتين 3 ساعات 4 ونطلع لهن. يعرفوا عمش قد ماتوا وقرايبنا من ماتوا هنا، الله وكيك. شو تسوي شباب؟ مسابح غاليه طبه 5000. اكثر المسابح اليوم اللي موجوده بالنجف هي مسابح ذات يعني اجور عاليه، ما يقدر الشاب يدفع هذا الاجور، وبالتالي يلجا لهذا النهر، نهر الكوفه، حتى يسبح ويقضي وقته اللي ناتج من انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحراره. فتلقاه هنا بهذا الشط يوميه نسمع غرق شخص او شخصين نتيجه هذا الموضوع. وبسبب تزايد حالات غرق الشباب أطلق صحفيون وناشطون مدنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي أسموها لنحيا، تهدف إلى التوعية من مخاطر السباحة في المناطق الخطرة والعشوائية، وتدعو لإنشاء مسابح آمنة لاستيعاب الشباب. ومع ارتفاع درجات الحرارة يتخوف الأهالي من فقدان فلذات أكبادهم غرقا بالسباحة، بعد أن سجلت المحافظة حالات وفاة بصورة متسلسلة في غضون أيام قليلة فقط. من أمام نهر الفرات في محافظة النجف، محمد رزاق، التغيير.